Cap Radio. Cap Radio. كوتش يسرى صباح النور. صباح الخير لإيشان. صباح النور كوتش. إذا أنا كوتش كيف ما قلت اليوم غنتكلم معك على يعني إحنا إن شاء الله غدا رمضان يكتب فغادي نحتاج بزاف المهارة أو كيفاش نقدر نلتزم خصوصا الناس اللي ما عندهم التزام. ما كنهضرش أنا على الماكلة وشرب والصيام ولا كنهضر على أننا فعلا بزاف ديال المهارات كنبغيو نكتسبوها قبل رمضان وكتفلت لينا. دونك هو رمضان فرصة ومناسبة أننا فعلا نحاولوا ما أمكن نلتزموا 30 يوم لما لا نكملوا إن شاء الله مره ياكوش إن شاء الله. ونتمنى رمضان مبارك سعيد للجميع الله يدخلوا لينا إن شاء الله بصحة الله. والهنا وكل ما كيتمنى الجميع وبالخير والبركة. اللهم أمين. شكرا لكم. بداية رمضان أنا بالنسبة لي بمثابة دورة كوينية. أنا دائما كنقولها لأن هو اللي كيكوننا باش أن احنا ينتغلبوا على أنفسنا في جميع المناحي الحياة وجميع المجالات ديالها، ابتداء من الشهوات ديالنا إلى العادات السلبية ديالنا إلى أن احنا ينطوروا الجانب الإيجابي فينا إلى آخره، لأنه هو منظم. نعطينا مثال بسيط. صحيح هو منظم. هو منظم. نعطينا مثال بسيط. شوف دابا ملي زولت الساعة يعني ورجعت الساعة اللي كنا خدامين بها من قبل، كيفاش كل شيء كيقول أن فيها بركة، كيفاش أن كل شيء كيقول باقي الصباح فكري وباقي عطا الله ما يدار. هي المسألة نفسية باش نبدأ من هذه، يعني حتى في رمضان المسألة نفسية، لأننا دايما ملي كنخدم على تنظيم الوقت كنقول راه القضية تنظيم الذات، راه المسألة في تنظيم الذات. أما الوقت راه منظم 24 ساعة، رمضان منظم حتى كينظمنا حتى الاكل ديالنا. ان ديك الناس اللي كل مره فوقاش كيفطروا، مره في 8 مره في 10 مره في 12، رمضان من مور المغرب كل شيء فرق الصيام منظم. هذيك الدوره ديال انك تعرف فوقاش تاكل وفوقاش تعمل الانشطه ديالك وفوقاش انك نتينا تقضي اغراض ديالك وفوقاش انك نتينا تعمل المهام اليوميه ديالك مهمه بزاف. هنا كيجي الانضباط الذاتي والالتزام الشخصي اللي كنهضروا عليه اليوم. هي المساله ديال كيفاش جودة الوقت، كيفاش أني نقضي الوقت ديالي في ديك اليوم. وكيف ما قلتي باش من بعد، علشان قلت دورة كوينية باش من بعد كنستمر من رمضان. نعم. لأن جا الحمد لله واحد الفترة اللي المنظمة فيها مجموعة ديال المعطيات اللي كتعاوني. هنا كنصطدم مع العدو الحقيقي اللي هو نفسي. صح. بالعادات السلبية ديالي اللي أنا كنت كنعيش بها. نعم. هذا علاش رمضان الجميل فيه هو أنك من اللي كتفيق الصباح ما عندك شي ملهيات، قد ما نتينا كتكون مركز ديك الساعة وطاقتك عالية، يعني ما كاينش تشتيت. التشتيت اللي كيكون في الايام العاديه في رمضان ما كاينش. شنو كنقصد بالتشتيت؟ ديك الملهيات ديال انك نتينا دابا ساعه ما كتجبر ما تعمل كتمشي تاكل، ما كتجبر ما تعمل كتمشي تتكا وتنعس، ما كتجبر ما تعمل كتخرج تضيع وقتك في اي حاجه. دابا لا كلشي كيكون مركز على العبادات، كلشي كيكون مركز على انه يسالي شغله قبل المغرب، كلشي كيكون مركز على انه هو يحفظ الاخلاق ديالو والقيم ديالو وحفظ اللسان الى اخره والبصر الى اخره. كنكونوا مركزين كيكون النسبه ديال التركيز عاليه جدا. اذا هنا شنو ناقصنا؟ ناقصنا الاستمراريه، لان كيف ما كنلاحظوا كاملين بينا كنظن في رمضان كيبدا كلشي بواحد الحماس مزيون صح كيطيح في الوسط، ومن بعد في الختام عاوتاني كنرجعوا كيعلى لان صافي الايام ديال ليله القدر الاواخر ديال رمضان كلشي ما كيسخاش به. فهنا شكون فين المشكل؟ نعترف دائما بان انا اللي فيا المشكل في النفسيه ديالي، في كيفاش كنشوف الامور، انا كيفاش كنستقبل الامور. اذا خدمت على هذه بعدا وعرفت ان ما يسمى بالعقل الباطن هو اللي كيلعب بيا وكيجرني دائما واحد الدائره اللي اسمها دائره الامن وكيحاول يقاوم التغيير، هنا نعرف ان العدو الكبير ديالي هو راسي وانا. صحيح هذه مهمه بزاف، حيت الناس دائما كتقول لك ولا الوقت ما كيكفينيش ولا ما كان كلشي كيتجمع عليا ولا كنكون الطاقه ديالي طايحه حيت صايمه ما واكلاشي. هادو كاملين اعذار مين كتجي من العقل اللاواعي، ديك العقل الباطني اللي دائما كيجرك وكيقاوم التغيير. فهو كيعطيك اعذار باش كيخليك دائما في بلاصتك، هو كيعمل العمليه ديالو اللي حماتك على طول السنوات باش انك نتينا ما تعملش شي حاجه فوق الطاقه ديالك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولكن دابا الوسع ديالك انك تهز هادشي هذا لان نضجتي فكريا وعقليا وجسديا وروحيا. هذا علاش طريقه الاستقبال ديالك ضروري انك تدفع راسك باش تبدل، ما تبقاش نفس الاستقبال. ان انت ما بقيتيش طفل في النضج السلوكي، كاين الطفل وكاين الناضج وكاين الاب. انت ما بين الاب اللي هي السلطويه ديالها شنو خصو يكون اللي دائما كتخليك ترجع للور، لان طالما كاين مقاومه كترجع للور، او صافي هادشي اللي عطى الله، ما بين استسلام ديال الطفل اللي صافي بالنسبه ليه شوفوا لي نتوما الحل انا مسكين ما بين يدي حيله، كيجي واحد الناضج اللي كيتحمل مسؤوليه الافعال ديالو كياخذ القرارات ديالو
هذه النظريه اللي دائما كناكدوا عليها ديال إريك بيرن ديال لاناليز ترانزاكسيونيل، كيفاش كنخدم انا على السلوكيات ديالي وكنرد البال، ودائما كنقول السلوك اللي كيخرج مني دائما عنده سبب ونتيجه. ففي رمضان حنا غدا ان شاء الله غنستقبلوا رمضان، يعني كان معلوم انا عارف اني انا هذا رمضان كنعيشو كل عام، وانا عارف ان دائما كنجدد النيه، وانا عارف اننا دائما كنحاول نشبر عادات معينه ومن بعد كطيح مني. اذا وجا الوقت اللي نسقسي علاش، ماشي نقول صافي السبب، حيت حنا دائما كنعيشو هذا السيناريو وكنقولوا وصراحه ما انا مغلوب على امري، وصراحه كنفشل، والله يسمحنا والله يهدينا. الحمد لله كنبداو بديك الدعاء، وي الله يهدينا والله يسمحنا، ولكن الله سبحانه وتعالى كيقولنا خذوا بالاسباب، والله سبحانه وتعالى كيقول لك دعي وانا استجب، ولكن نوض نتينا وعمل افعال يوميه. ملي كنقول افعال يوميه ملي كنهضروا على الالتزام الشخصي كنهضروا على واحد العبء، واحد الالم انا ديما كنركز عليه، الم نفسي، لان نتينا كتدفع راسك بزز بحال ديك اللي يلاه كيبني العضلات راه كيتقصح، كيتعذب، كيوقف، كيصبر، كيداوم. هيداك ملي كنجيو نلتزموا بشي حاجه جديده في الحياه ديالنا راه ما تجيش بسهوله. يعني انا اذا نقول غنفيق في الصباح باش نهضروا على جوده الاشياء اللي ممكن يعيشوها في رمضان، انا نعيش انفيق في الصباح قبل الفجر، هذيك الساعه ديال السحور هذيك من اجمل الساعات اللي ممكن اني انا نغتنمها. علاش؟ فيها القيام، فيها الدعاء، فيها السحور، فيها مجموعه ديال الامور. من بعد كيجي الفجر، صليت الفجر ديالي، اذا خديت هذه العاده ديالي انا اني كنصلي الفجر، البوصله كتبدا ان هي تعوض من عند الله. بحال شحال من مره كتوقع انا كنقول سبحان الله فقت على ديك الساعه، انا مريقل على ديك الساعه ما عرفتش علاش، او كيجي نهار الراحه كتجبر راسك تقول انا نهار الراحه اللي بغيت نصبح نعس كنفيق بحال الساعه الخدمه. هذيك الموصله، فانا فقت في الفجر. مي فقت في الفجر كنغتنم الساعه الثانيه اللي فيها البركه هي اللي من مور الفجر قبل الشروق. علاش؟ باش كنعمل تما كنقرا شويه القران، انا كنجلس هنا ربحت الورد ديالي او الاذكار ديالي، صافي ما تبقى من النهار كنوض وكنعمل الشغل ديالي، نقدر نعمل رياضه، نقدر اني انا نتعلم شي حاجه جديده، لان الدماغ ديالي قادر يستقبل، لان انا ديك الساعه يلا كليت صحرت انا بقى ما نعشش وصليت الفجر بقيت جالس كنقرا القران، انا مستقبل روحيا وعقليا شنو بقالي نفسيا وجسديا، فنعمل شويه الرياضه باش نفسيا كنحس راسي مشحون بالطاقه. من بعد كنعمل المهام ديالي اللي خدام يعمل خدماته، اللي ربات بيت توجد المسائل ديالها، عطا الله الوقت طويل. من بعد نورمالمون حنايا من مول العصر خصنا نكونوا صافي وقفنا. علاش من مول العصر؟ هذاك الوقت الشخصي ديالك، ماشي هذاك الوقت هو اللي كلشي كيبدا يجري فيه، اللي عنده شي غرض كيقضي، اللي عنده شي كوزينه كيوقف فيها. صح، هذاك الوقت اللي كيوقع فيه السباق الزماني، هذاك الشيء انا دائما كنرد البال في العواشر، كلشي كيعيش الضغط والستريس. علاش؟ لان ما بقاتش الجوده الجوهر ديال المسائل، رجعنا واخدينها بالشكل. انا دائما كنقول كاين المعنى وكاين الشكل، عايشين رمضان بالشكل ديالو ماشي بالمعنى. المعنى هو انه هو تهذيب النفس، هذا هو المعنى. فانتينا ملي كتوصل لديك العصر كتغتنم من راسك، شنو كتعمل؟ كتعمل العباده ديالك اللي نتينا باغيها، كتجلس تعمل تقييم من راسك كيف جاز لك النهار، كتجلس تعمل واحد الانصات للصوت الداخلي ديالك، شنو عجبك في راسك اليوم شنو ما عجبكش، كنتي منجز ولا ما كنتيش منجز، شنو الحاجات اللي باقي خصك تزيدها في النهار الثاني، شنو اللي باغي تزيد، ربما باغي تزيد شي صدقه، ربما باغي تزيد شي افطار صائم، ربما باغي تزيد انك تعطي من علمك او تعطي اي خدمه ايجابيه، وكتبدا تشوف. هذيك الساعه الاخيره ما قبل الافطار باعتباري كوتش يوغا دائما كنقول هذيك هي الساعه انك تمشي شويه الحركات الرياضيه المعده خاويه، وباش كتعاون ان هي تستقبل ما لا الدواء طب الشهيوات اللي كنصموها بها. صح، فكتجلس نتينا كتعمل شي حاجه ديال الرياضه خفيفه ظريفه، شي حاجه اللي كتحرك لك الجسم ديالك، ونرجع نقول كتحرك لك النفس ديالك، لان اخر اليوم وكتحس شويه بالخمول والعياء، والعياء ضروري راه حنا انسان، فبحال اللي نتينا كترجع تنشط ديك الدوره الدمويه. مي كتنشط الدوره الدمويه اوتوماتيكمون كتمشي الجانب العقلي كيقدر انه هو يستقطب، والجانب الروحي فتجلس ديك الساعه ما فيها بس اذا بغيتي شويه الاذكار شويه الدعاء، لان هي اخر اللحظات ما قبل او اخر دقائق ما قبل اذان المغرب. شمي كتجلس في المغرب كتجلس نتينا دائما كتبدا بديك الدعاء ديالك باش ان هذاك الدعاء الصائم راه مقبول، وكتكون دائما مركز عندك ادعيه ديالك اللي مقسمه، وعندك اشياء اللي نتينا عندك اولويات فيهم باغي توصل لهم، وكتكون مركز موزع الامور يعني ما فيها باس، تعمل تو دو ليست ديالك، تشيك ليست ديالك، هادو مسائل كتنظم لك الذهن ديالك والافكار ديالك، باش من موراها انا ملي كنفرق الصيام عنده عاوتاني ترتيب ديالو.
اللي كيوصيو به اخصائيين تغذيه. يعني انا كنبدا بالتبيره والماء، من موراها شي شليضه، من موراها عاد كنطيها شي حاجه سخونه اللي هي شي سوبا، من موراها معها شي حاجه ديال البروتينات شي جداد مع شي حاجه هيدا. يعني الناس اللي كيعملوا المالح اصلا عامر بهذا الشيء، او الناس اللي كيعملوا طويجنات فيهم هذا الشيء، فكاين ترتيب. وكنختم عاوتاني بالماء، ومن بعد كنوزع الماء ما بين الافطار حتى للسحور. يعني ماشي حتى للسحور وكنجي انا كنشرب يوترونوس ماشي جمل وكنخز حيت نهار كامل صايم، اجي السحور نشرب صدم المعده ديالك راه كتوقع صدمه. وفي رمضان كيتقسم لنا اكثر، يعني كنكونوا عارفين فوقاش غادي ناكلو، خصوصا يعني اغلبيه الناس ما كيكونش عندهم هذا التوقيت هذا، فوقاش غادي نتجمعوا اصلا على الطابله ديال الفطور، فوقاش خصو خصنا نساليو. يعني هاد الساعه هادي ماشي للخدمه، يعني اللي قبل الفطور كلشي كيسالي الخدمه ديالو، حتى اللي عنده الخدمه من مور يعني تراويح او قبل، او المهم ديك الساعه الفطور كتكون عندنا كلشي كيخويها يعني الناس كامله. من غير هيدا تكلمنا ايضا على يعني انا الامر النفسي، وانا كيفاش كنوجد راسي للموضوع، لانه فحال اللي قلنا سويه هما يا كوتش يوسف. صحيح. وهنا بما ان ركزنا على الفكره ديال الجانب النفسي، حتى هو اللي كيلعب انا بالنسبه لي حصه الاسد في هذا الموضوع، ولا في اي مهاره كنجيو نكتسبوها. ملي كنكون انا عندي واحد الخطاب سلبي مع راسي، مثلا كنقول عاسي رمضان والله ما يكفيني الوقت، بديت بواحد التوكيد سلبي خطير. هنا انا اصلا كنهيئ نفسي اني ما نربحش هذاك التوقيت هذاك، او العكس الناس اللي كيمشوا دائما لاقصى الحدود. انا هاد رمضان ما عرفتش شنو غنوقف العلاقه ديالي كاملين والاتصالات ديالي كاملين، غنبقى في العبادات. نعم. نختم القران ديالي 3-4 مرات، نجلس نحفظ الاذكار ديالي، نجلس نشوف الاحاديث، كيركزوا على الجانب الروحي. راه العمل عباده والتعاملات الانسانيه عباده، وانك نتينا تركز على الامانه اللي عطاك الله سبحانه وتعالى في الجسد ديالك وفي الروح ديالك وفي العقل ديالك، حتى هو عباده. يعني هما عبادات متعدده اللي كناخذوا فيها الاجر. فالناس شويه كتاخذ رمضان بواحد الافكار قصوى اللي ماشي في بلاصته. الله سبحانه وتعالى مين جابنا هذا الشهر هذا، جابوا لنا من اجل ان حنايا نخدموا على ان حنايا نضبطوا ذاتيا مع انفسنا، ونخدموا على ان حنايا نصحوا السلوكيات الخاطئه. فبحال اللي جا علاش سميتو دوره تكوينيه، فبحال اللي جا استدراك لما سبق، وكنعيشوه كل عام. هذا الجميل في الامر، يعني ما كيجيش واحد مره في حياتنا. صحيح. فرصه كل سنه، فرصه كل سنه. وهنا اشاره، يعني حتى الناس اللي كيكونوا ما عندهمش واحد اتصال روحي، حتى هما ناس انا كيعجبوني في رمضان كيفاش كيجددوا النيه، وكيفاش انهما كيحاولوا انهما ينضبطوا مع انفسهم. وهنا اشاره للناس اللي كيقول لك وهادو ما كانوش كيصليو العام كامل، جاوا حتى رمضان زولوا هاد الاقاوي. اللي كيقول لك وهي حياتها كامله وهي شعره مطلوق دابا عاد كتملي الشال باش تمشي للجامع، زولوا هاد الاقاوي. كل واحد يتلها مع راسه. صحيح. لان الانضباط كيبدا من هنا، اني انا نشوف العيوب ديالي اولا ونخدم عليهم، بعدا هما على الاقل حاولوا انهم يجدوا النيه وياخذوا واحد الانضباط، واش يكملوا به من مور رمضان ولا لا، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. حنا ما كندخلوش في ديك الشيء، وانما حنا ناخذوهم عبره وهما بعدا عملوا واحد الخطوه كبيره. حاولوا صحيح، ونشجعوهم وندعيو لهم بالخير، لان الدعوه ملي كدعيها بالخير راه كترجع لك حتى نتينا. كنقول لك دائما ولكن بالمثل واكثر. صحيح. وبالتالي انا هنا كنبدا نشوف بعدا والجانب الخايب اللي فيا. على ديك الشيء ملي كنقول الجانب النفسي، انا اول واحد كنعرقل نفسي، انا اللي كنعمل العرقله، لان انا ملي كنركز على الناس سهوا مني ادعي ان انا افضل من الناس. ملي كنقول هما فيهم عيوب، سهوا مني كنتشتت على اني انا نركز في العيوب ديالي، وكانني كامل مكمول. هذا علاش انا دعوه للناس في استقبال رمضان، نجي نشوف ما فيها باس واحد جلسه صراحه اليوم ان شاء الله استقبالا رمضان غدا، ونجي نقسمها على الابعاد الاربعه اللي دائما كنخدموا على الذات. الجانب الروحي انا فين واصل وشنو بغيت نطور، كنقول فين واصل، كيفاش عامله الصلاه ديالي، واش بغيت نزيد النوافل، واش بغيت نزيد الرواتب، واش بغيت اني انا نزيد الاجر الى اخره. على مستوى فين بغيت نوصل، شنو الحاجات اللي بغيت نزيدهم. ما كنتش كنقرا الورد القراني بغيت نزيده، ما كنتش كنتعامل بالحسنه مع الناس، نبدا اني نكف اللسان ديالي عليهم ونجمعه، يعني من اهم الاشياء اياه ديال هذا اماطه الاذى عن طريق الصداقه. انا بالنسبه لي حتى اماطه اللسان عن الناس صداقه، ضروري نجمع لساني ونبدا نتدرب عليها في رمضان دابا، لان هي فرصه ما كيكونوش ديك الاحتكاكات بزاف، والانسان كيبقى يستحضر انه صائم، يعني يبدا يفكر راسو والله ماني صائم، ولكن ما تكونش حتى من رمضان تحاسبوا اولا من مور المغرب وتحاسبوا كتوجد لا من قبل لا، هذه ما اسمهاش تدريب، هذه اسمها تهديد.
هذيك فين نردوا البال. نجي على الجانب الجسدي، انا عندي اكراهات جسديه، لماذا؟ بحال اللي قلنا ديك السويعه اللي قبل المغرب، عندك المرونه في الخدمه ديالك، ربات بيت وجالسه في الدار، دونك تقدر انك توزع الوقت ديالك، ما كتصبح نعسه انك تصبح نعسه تنوض تستغل ديك الوقيته. المهم خدم شي حاجه، الحمد لله دابا اليوتيوب موجود فيه الحركات، التلفازه كتعمل مجموعه ديال البرامج اللي كتبين هذا الجانب هذا وكتوعي في هذا الجانب الجسدي. انا نشوف الاكراهات اللي عندي جسديه ونبدا، ماشي ضروري نبدا من الفوق، نبدا من تحت درجه درجه، نعمل حركات بسيطه، نتعلم غير كيفاش نتنفس، نتعلم كيفاش اني نعمل شويه ديال تمديد الجسد. كاين مجموعه ديال الحاجات اللي هما بسيطه. نجي على مستوى هذا الروح، قلنا الروح الجسد، نجي على مستوى العقل. كل ما نمشي العقل على مستوى الجسد، الناس اللي كتمشى من مور رمضان، يعني كتصلي من مور المغرب، يعني كتصلي التراويح وكتقول ديك الوقت استغلوا ذهابا وايابا ماشيا، حتى دي مزيان. فانتي ما كنتيش مولفه تمشى، ودابا انك تدخلها في الوعي ديالك، علاش انا كنقول نفسي دخلها في الوعي ديالك، قول انا نعمل هادي وانا هادي عتفيدني وانا هادي عركز عليها، لان صافي راه تهذيب النفس وتدريب النفس. هنا كيجي الانضباط، اننا كنقول راسي بحال اللي كنسوق بها، باش كنمشي للجانب العقلي. انا بغيت نكتسب شي حاجه، الحمد لله الوقت كيكون فيه بركه في رمضان، وكيكون بحال اللي قلت ما عندناش تشتت وملهيات، وكنكونوا مركزين على دواتنا اكثر. مزيان، شنو بغيت نتعلم؟ شي لغه معينه، نفتح راسي على شي مجال معين نثقف فيه، تكون عندي ثقافه عامه، نبدا اني انا نطور راسي في شي مجال معين نحتاجه من بعد، لان اللهم دابا ولا حتى يرجع عندي عاجل في واحد الوقت. انا نشوف مربع الاولويات، كاين ما هو مهم وعاجل، وكاين ما هو غير مهم وغير عاجل، وعدو المهم دائما الاهم، لان دائما تينا كتبقى مدبزه مع راسك، لان كاين المهم وكاين الاهم، واش بهم مهمين اللي كنعملو بشكل يومي فهو مهم، واللي كناجلو دابا ساعه فهو اهم، بحال مثلا المهارات او لغات معينه، ولكن عيجي واحد النهار يرجع مهم وعاجل، ان صافي رجع كيفرض راسو عليك. هذا علاش نرد بال، بغيت في شي حاجه معينه على المستوى البعيد نبدا اني انا نطورها من دابا، وهي بشويه، راه ماشي بالكام، راه بالكيف، ناخذ شويه، كيف كيقول لك قليلو مداوم ولا كثيرو مقطع. نعم. كنجي لاخر جانب اللي هو الجانب العاطفي. انا اذا قلبي فيه شويه الحقد، الشياطين دابا مشدودين، ونتصالح مع الشيطان الداخلي اللي عندي انا عايش معايا، ونبدا نتفاوض معاه ونقول لا عرفتي شنو، ديك النفس الاماره بالسوء نبدا نسكتها، ونحضر النفس اللوامه باش ان هي تهدب، باش نوصل ديك النفس المطمئنه، وناخذ واحد التوازن مع نفسي، لان هادو كاينين فينا، حنا انسان، فينا الخير وفينا المزيان، مني وجبد. غير ما كنكون واعي بديك الشيء اللي انا فيه، كنقدر نخدم عليه، وكنقدر اني انا نعملو اداره، ماشي سيطره وتحكم، راه ما تسيطر عليه هي انتشر ويتسع من نفس النوع، هي المقاومه اللي هضرنا عليها. انا اللي كنقاوم، ما خصنيش نكون هايده، حطيت واحد القاعده، او خصني عرفتي هاد رمضان نخرج فيه بيضه بحال شي مالك، ما كتخرجش مالك، يمكن كتخرج اسوء من اللي كنتي، لان ما نقاومه هي التسع وينتشر من نفس النوع. هذه قاعده في تطوير المهارات الشخصيه، لهذا نرد البال، هذا هو قانون التركيز. فانا كنركز على ما اريد ماشي ما لا اريد، ودي ديما كنقولوها. الناس اللي مثلا دابا نجيو للجانب الاخر اللي قلنا العاطفي، الناس اللي دابا مثلا كيحاولوا انهم يجهدوا انفسهم ويخدموا على المشاعر ديالهم ويخدموا على الاستقرار النفسي ديالهم، يكونوا متصالحين مع انفسهم. ملي كنقول متصالحين، يكونوا صرحاء، صارح نفسك، شوف راسك في المرايه، شوف العيوب ديالك، ماشي ضروري تخرج وتجهر بها، ولكن هي بينك وبين راسك، ما تكذبش على راسك، باش هنا كتشوف واش نتينا فعلا شحال نسبه ديال العداوه اللي هزها بينك وبين راسك. ماشي بوعي، راه بدون وعي، داكشي جا من التربيه، جا من ضغوطات الحياه، جا من مسؤوليات ربما هزيتيها اكثر من الجهد، جا من انك نتينا اضطريتي تكون قويه، رجعتي قاصحه الى اخره. راه كاين اسباب متعدده، وبحال اللي كنقول دائما، لا داعي انك تبحث في الاسباب، دائما تعامل مع الحاجه اللي عندك دابا، بل لي سلوك معين ناخذ المسؤوليه فيه ونتعامل فيه. شوف على ابعاد اربعه هضرنا عليها، يعني روحي، ثم جسدي، ثم عقلي، ثم عاطفي او الجانب القلبي. هاد الابعاد الاربعه ملي كتبدا تخدم فيهم، شوف الانضباط اللي كيوقع لك مع راسك على المستوى البعيد، لان عندك 30 يوم، والعاده تكتسب من مور اول دراسه 21 يوم، واذا طولتي فيها 66 يوم، واذا طولتي اكثر 90 يوم. دونك كنهضروا على شهر، اقل من شهر كنهضروا على شهرين، وكنهضروا على 3 شهور. فانتي ملي كتبدا في شهر، ديك الشيء اللي كتعملو اليوم راه ما تكرره كل يوم تتقنه سلبا او ايجابا. حنا كنكرروا دائما النميمه والغيبه، وهذا كتجبر راسك رجعتي رقم واحد فيه بلا ما كتفطر، بلا ما كيهضروا كتقشعي بالعين، كتشوف غير بالعين، كترجع عندك سرعه البديهه. الشر
اجي نكتسبوا صراحه البديهه في الخير، اني انا نكرر واحد الفعل، هذاك الشيء باش كنزول عاده سلبيه كنجيب عاده ايجابي، كنكرر واحد الفعل غير دائما عاده سلبيه كتحتاج مجهود اكبر، لان هي ما كتبغيهاش النفس البشريه، فكنحاول نعمل مجهود اكبر باش ما اكرره كل يوم وتقينه، كنوصل واحد النهار وكنتقنه، وهنا كتوصل عندي الخبره مع نفسي، كنقول خبره مع راسي، فكنكتسب المرونه ان كل مره ممكن نضيف ممكن نقاص، حيت ملي يخرج رمضان ما يكونش نفس التوقيت، فماشي ضروري داك الشيء على ليتر، لا كتكون عندك مرونه، وهذا الشيء كنت كنعملو في رمضان، كنحتفظ بالمعنى والجوهر، ولكن كنعملو اعاده صياغه واعاده توزيع الاولويات من مور رمضان حسب التوقيت اللي عندي ديك الساعه. وهنا كتكون انت اكتسبتي واحد القوه، لان دائما كنقول الثقه في النفس مين كتجي، كتجي من ماذا؟ التزامك بالوعود اللي كتعطيها لراسك، لان الثقه في النفس، انا قلت لراسي غنفيق في الساعه الفلانيه وكنفيق في الساعه الفلانيه، انا قلت لراسي غنكتسب هذه الحاجه وغنطور راسي فيها وغنعمل محاولات فيها، كنوصل كنكتسب ثقه في النفس. انا ملي كنقول دابا بديت كنفهم الحاجه الخايبه فيها والمزيانه فيا وكنعمل ديك موجه، كنكتسب ثقه في النفس، كتطور كتطورها. ها مين كتجي؟ يعني الثقه في النفس ما كنزادوش فطريا، لا الثقه في النفس كترجع عندها مكتسبه وبطريقه واعيه، وهذا جميل في الامر. انا ديما كنقول الانسان عنده هاد القوه هذه، انه هو دائما يسوق راسه، باش انك نتينا تعمل ديك العمليه ديال اداره النفس مهمه بزاف، وكتخليك دائما تعيش بحال اللي كنقول بطل قصه حياتك، لان نتينا في رمضان دابا كل شيء ظروف صراحه مهيئه لك كل شيء، الوقت منظم، حتى العادات واضحين، يعني معروف الاولويات معروفه حتى هي، يعني نتشارك فيها لانه شهر عظيم اللي كنبغيو ان حنايا نستغلوه. واخا زيد عليها شويه تهذيب النفس وتهذيب الروح وشويه ديال اكتساب عادات مزيانه اللي ممكن تدوم معاك وتعطيك اثر ايجابي على المدى الطويل. واش قادر؟ قادر. واش باغي؟ هذا هو السؤال. واش قادر؟ قادر. واش باغي؟ هذا هو السؤال. هذا هو السؤال، لان اذا بغيتي غتقدر تعمل كل شيء. فالقدره انت عندك، القدره كشخص عندك، كانسان عندك، ربي سبحانه وتعالى عطانا مجموعه ديال القوى الكامنه فينا. الدليل اننا ككوتش مي كنخدم مع الناس ما كنعطيهم حتى حاجه من عندي، كنجبد كل شيء من عندهم، فكيكونوا محتاجين هذيك المراه الصحيه والسليمه اللي تشوف الداخل ديالهم وتخرجوا. ولكن كيبقى السؤال كيفاش؟ هذا هو كيبقى السؤال، يعني باغي قادر، ومثلا باغي يعني شخص باغي فعلا يبدل او يلتزم بمجموعه السلوكيات ما كيقدرش يلتزم بهم عموما يعني على طول العام، ولكن كيبقى السؤال ديال كيفاش هي الجواب اللي جاوبت عليه من البدايه ديال الحلقه. يعني صحيح هذاك الشيء دابا الجواب كاين والطرق كاينين اللي شرحناهم من البدايه ديال اللقاء، ولكن واش باغي؟ لان في بعض الاحيان الانسان كتجلس في ديك دائره الامل اللي هضرنا عليها، راه كيقاوموا التغيير، كيبغي يوقع التغيير ما هو السؤال شنو الخايب في دائره الامان اللي خايف فيها؟ انك تخليك في بلاصتك، والكائنات التي لا تتغير ولا تتطور تنقرض، ما كتبقاش اجور، كتشوف الحياه فاتك وتبقى في بلاصتك، هذا الخايف فيها، لان القانون الكوني شنو هو؟ التغيير، راه ثابت هو ان كل شيء متغير، هذا هو الثابت. شوف حداك العالم كلشي كيتبدل، الشجر كيتبدلوا، الجو كيتبدل، وفصول السنه كيتبدل، الناس حداك كيتبدلوا، العادات كيتبدلوا، الاجواء كيتبدلوا، الاولويات كيتبدل، المناخ كيتبدل، الثابت في الحياه هو المتغير. جيتي نسقف بلاصتك علاش؟ يعني دائره الامان كتخليك انت في بلاصتك، جالس في واحد البلاصه ما كتتحركش منها نهائي، ماشي جالس يعني جالس في بيتك، لا كتمشي للخدمه وكتعمل، ولكن انت ما كتطورش، يعني انت انسان ماشي متطور، نفس هذه المهارات اللي كانوا عندك هما باقيين، نفس الافكار اللي عندك هما باقيين، يعني حتى حاجه في حياتك ما تجددت. صحيح، بحال مثلا حنا نعطيو مثال، دائره الامان هو داك الشيء اللي انت عشتي به ورجعتي كتقنو وجلستي فيه ورضيتي به وقال لك واحد الرضه بينك وبين راسك وجلستي فيه، وماشي ضروري يكون مزيان، بعض المرات تكون كتشكى فيه، ولكن انت بالنسبه لي لك ديك اللي كنعرفو احسن من اللي ما كنعرفوش. نعطي مثال بسيط، بحال ديك موظف نعطي مثال مجازي، واش بحال هذيك اسمه روتين هو هذاك تماما. ديك الموظف اللي جالس في بلاصتو والحياه كتقدم منه والناس كتقدم وهو جالس في بلاصتو، ممكن نقول جالس في بلاصتو، تخيلوا انه لابس ديك اللباس القديم في الستينات، تخيلوا انه حتى لانفورماتيك ما كيفهمش، ودابا كاين الذكاء الصناعي اللي دابا يتجاوز مجموعه ديال المهن اذا ما كانوش عندك لي سوفت سكيلز، المهارات الناعمه اللي تكتسبها. وتخيلتي في بلاصتك، لا شكلا مقبول، لا مضمونا مقبول، ولا عقلا مقبول، في عتفيدني انا بالنسبه لي اللي انتينا ما عندك حتى قيمه مضافه، اذا تنقرض. انا قلت الكائنات التي لا تتغير تنقرض، بحال مجموعه ديال الكائنات على مر السنين اللي انقرضت. علاش؟ لان ما وقعلاش تكاثر، ما وقعلاش ما حافظوش على هذا التكاثر ديال البيولوجي الى اخره، فانقرضت.
علاش؟ لان ما حفظناش على التغيير، خلينا داكشي اللي عندنا وحفظنا عليه نسجموا مع بعضهم ونسهروا صافي ما بقاوش. هذا هي الخطوره في دائره الامن، هي دائره الامن مزونه في الصغر ديالنا، لان كنكونوا يلاه كنحطوا القاعده ديال الشخصيه ديالنا، فكنبداو يلاه كنكتسبوا عادات معينه، كنحفظوا اشياء معينه، كنحافظوا على المحيط ديالنا المعين. ولكن ملي كنبداو نكبروا في هذيك الفليس اللي كيخرج من بيته كيبغي يكتشف الحياه، هي في سن المراهقه كنبداو ان حنايا نعملوا داكشي اللي بغينا ونلبسوا بالطريقه اللي بغينا ونتصاحبوا مع من ما بغينا، يعني كنخسروا الاصدقاء ديالنا وكنخسروا البيئه ديالنا وكنخسروا الافكار ديالنا. هنا كتبدا انك نسينا تخرج راسك للحياه. في المراهقه دائما كنقول هي اجمل مراحل الحياه اللي كتبان فيها الشخصيه سلبا او ايجابا، يعني كيبانوا فيها العقد الاعطاب، كيبانوا فيها الاضطرابات، وكيبانوا فيها جوانب القوه. ملي كنكبر يا كنختار اني انا نكمل بهالطريق هذا، وكل مره كنحاول اني نكتشف الحياه بالعين الجديده اللي عندي دابا حسب المرحله العمريه، يا اما كنتكمش فحال ديك السلاحفه اللي كترجع في بلاصه من الطفوله، لان صافي الضغوط من الخارج كتاثر عليا اكثر وكترجع هي اللي كتسوق لي الحياه ديالي ماشي انا. يعني كتاثر، وبالتالي شنو كنقول دائما تينا كتشوف الحياه ديالك فين ماشيه. راه مزيان بزاف نكتسبوا اول عاده اني نلاحظ الحياه ديالي انا فين ماشيه. يعني انا ملي كنهضر دابا على رمضان انا ما بقاش العشر الاوائل والوسط والاواخر، لا انا نهار بنهار. شنو قلت كتجي قبل المغرب من مور العصر كتعمل واحد التقييم مع راسك كيف كازلك النهار، نتينا على مستوى الاهداف اللي بغيتي تحققهم في هذا النهار فين وصلتي. يقدر يكون هدف اننا اليوم كنت باغي على الاقل نحس بالروحانيات اللي في هذا النهار هذا، ناخذ الجوده ديال هذا النهار هذا. نهار ثاني انا كنت باغي اني انا نكتسب واحد الحاجه جديده ونبدا اني انا نعمل فيها الخطوات الاولى، ولكن خصني نوجد قبل. ما هذا هو المشكل، خصك توجد شنو باغي، ماشي غير يجيك فجاه اولا يعني شنو ما داز لك في النهار يعني صافي وتاخذ منه، لا توجد اني باغي غدا ان شاء الله نعمل واحد جوج ثلاثه اربعه ياكل. صحيح، هذا علاش قلنا ملي كترتب الافكار ديالك كتعاون راسك. ولكن باش الناس دائما كياخذوا العقده في المنشار ماشي ضروري توجد قبليا، لان بحال اللي قلت رمضان معروف لو كنتي وجدتي قبليا كان احسن. ما وجدتيش قبليا عندك اليوم في الليل، ما وجدتيش اليوم في الليل خذ العاده انك كل صباح تعمل تو دو ليست ديالك صافي. كل صباح انا اليوم كيفاش غنجوزو، كتكونتينا واعي، كتكونتينا حاضر في النهار ديالك. ماشي اغلب الناس كيفيقوا بسم الله صباح الخير وكيكملوا النهار ديالهم، ما عرفوا حتى كيف جاز، كيقول لك والله ما عرفت فين مشى لي النهار. فكتكون واعي بالخطوه ديالك، كل صباح ملي كتفيق عندك واحد 5 دقائق 10 دقائق ما ديرلك والو، كتحاول انك تشير اليوم تشوف شنو اهم الاشياء، ماشي داكشي بالحرف، لانه يعمل لك ضغط، يعمل يخليك تحس براسك روبو، يخليك انك تحس راسك ماشي مركز في المعنى، مركز في الشكل، حيت واحد جوج ثلاثه يعني كقواعد خصك تحتفظ بهم او انك انت تعملهم. لا احنا ما بغيناش هادشي، انا دائما انا ضد ترتيب النهار ساعه بساعه، وانما مع ترتيب الاولويات. شوف انا اليوم شنو بغيت فيه صافي، هيدا كعنوان عارض، انا اليوم شنو اللي بغيت نحقق فيه، وهضرنا على ابعاد 4. اليوم علاش بغيت نركز؟ نقدر كل نهار نركز على بعد، او كل نهار ناخذ جوج على حسب الاستطاعه ديالي. واذا قدرت في ديك النهار نركز على 4 باهداف صغرى، ديك لي ميكرو اوبجيكتيف نقدر ناخذهم، يكون افضل يعني. يكون افضل لحسب كل واحد، حيت حنا دائما كنركز حنا ماشي متشابهين، ما عندناش نفس القدره وما عندناش نفس الطاقه وما عندناش نفس الوعي. فكل واحد يحتفظ بالحدود النفسيه ديالو ويحترمها ويمشي معها دقه دقه ويخليها تكبر معاه، ديك الطاقه تكبر معاه والوعي يكبر معاه والعطاء ديالو لنفسه يكبر معاه والحد ديالو وانه يرسم الحدود ديالو مع الاخر تكبر معاه. وهي ماشي هو الخطير في الامر، ديما كنبغي نبدا من الفوق. هذيك شنو قلت كنبداو بالحماس، كنبداو في النهار كنقراو بزاف صفحات القران، كنعمل بزاف الاذكار، نتفرج برامج دينيه، ونحاول اني انا نشبل الاحصاء ديالي وما نجاوبش حتى شي واحد، ونحاول اني انا ملي نجي ناكل يلاه كنفرق الصيام، كنمشي كنبقى نصلي المغرب ونعتكف تما، لا خصني ضروري نستغل هذا النهار هذا ملي نجي ناكل نصدم المعده ديالي ونعطيها كل شيء. فكل شيء عندنا بكل شيء، كل شيء عندنا في اقصى الحدود بالكثر. صح، وبالكثر يعني كل شيء عندنا بالكثير. واضح كوتش يسرى، واهم حاجه اننا نحاولوا يعني نكملوا ما بعد رمضان يا كوتش، يعني نعملوا حتى هي في عين الاعتبار ونقولوا انا كنعمل هادو باش نحاول ما امكن نطور واحد شويه باش نقدر نكمل بهم يعني ورا رمضان او في الايام ديالنا العاديه. صحيح، عجبتني هذه الاشاره ديالك، كيف ما كتنوي الصيام
نوي الاستمرار على الانضباط اللي عاد تكرسوا في هذا رمضان انك تستمر به، حيتاش النيه مهمه بزاف. حنا كنويو الصيام، اجي نويو اني انا غنكون ان شاء الله نسخه جديده من بدايه رمضان ومن بعده ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك كوتش يسرى، كنكون دائما سعيده بالتواجد ديالك معنا والمواضيع طبعا اللي كنطرحوها معك. شكرا لك وشكرا مبروك علينا وعليك يا رب. شكرا لك.